السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. كعادة يرحب ضيوف الكرام معنا هذه الليلة الدكتور جاسر الحربش الكاتب المعروف وطبعا والنطاسي المعروف. الله يمسيكم بالخير جميعا، مساء الخير. معنا أيضا الدكتور يوسف الحزيم رئيس مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا. معنا أيضا المرة الأولى الروائية والكاتبة عبير العلي، مساك الله بالخير. يا أهلا وسهلا. أخيرا معنا الدكتور محمد العبد اللطيف الأكاديمي والكاتب المعروف، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا بكم وأهلا بالضيوف الكرام. إلى موضوعنا الأول. أكدت المملكة العربية السعودية ومصر خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بها باعتبار أن ذلك يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانب السعودي دعمه للمساعي المصرية نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظا على الأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزا لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية كحل أمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف. من جهته عبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، رافضا أي اعتداءات على أراضي المملكة، مؤكدا أن أمن المملكة ومنطقة الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. دكتور جاسر، أنت تعول كثير على التنسيق السعودي المصري، كيف شايف أهمية هذا التنسيق لضمان الأمن يعني القومي العربي، ضمان أمن البحر الأحمر؟ والله أنا أعتقد أنه تنسيق ضرورات جغرافية أمنية سياسية تاريخية. نقتصر على الوقت الحاضر. الوقت الحاضر تعرف أنه السعودية تتعرض لتحديات في الجبهة الشرقية واضحة، صحيح، وصلت إلى الخاصرة الجنوبية، وتتعرض مصر أيضا وتتعرض أيضا لتحديات في البحر الأحمر. مصر أيضا تتعرض من ناحية ليبيا، من ناحية البحر المتوسط، من ناحية البحر الأحمر أيضا لتحديات. إذا لم تتفق القيادات حكيمة جدا وتدرك منذ القدم أنه بدون التنسيق أبناء الجزيرة العربية مع المصريين الأمن العربي عموما يضيع. والآن إذا رأينا المهددات اللي موجودة على المضايق التجارية، البحر مضيق باب المندب ومضيق هرمز، والوضع اليمني المتفجر، وربما التحالف القادم بين إثيوبيا وإسرائيل قد يكون مؤقت، قد يكون أعمق مما نتصور، لابتزاز السودان ومصر بالأمن المائي. وحاجة السعودية إلى مصر في اليمن وفي الخليج كما صرحت بذلك القيادة المصرية. إذن أنا أعتقد أنه هذا هو التحالف، هو النواة الأساسية للأمن العربي ككل، والتي آمل أن يلتحق بها الآخرون بعد أن تهدأ الأمور عندهم. مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت تتمتع بأمن منضبط، ولذلك يجب أن تشكل النواة الأساسية للأمن العربي الشامل. لأنه الآن كما نرى تركيا قوة عظمى، امتدادها في آسيا كبير جدا، وصلت إلى أذربيجان، إيران اخترقتنا بما يسمى امتدادات البيت الشيعي في المنطقة العربية. إذن نحن نحتاج إلى بيت عربي. صحيح. نعم، وهذه هي الفكرة. ها دكتور يوسف، إيش رأيك أنت، كيف تشوف التوجه السعودي لتعزيز دور المملكة في القارة الأفريقية؟ طبعا المملكة، أنا أول شيء ودي أؤكد على ما ذهب له الدكتور، لسبب أن هناك ثلاثة مشاريع في المنطقة كما تعلم، اللي هو المشروع الإيراني والتركي والإسرائيلي. فلا يظل هناك إلا المشروع العربي القومي في حده الأدنى حتى. نعم.
وبالتالي التحالف السعودي المصري ضرورة لبعث أمل لعودة البعث القومي العربي واستعادة أمنه الإقليمي والعربي. بالنسبة طبعا هناك أعلن كما تعلم أعلن اتحاد البحر الأحمر، وكان طبعا المملكة العربية السعودية فيه، وأرتيريا والسودان ومصر وجيبوتي كذلك واليمن. وأنا أعتقد أنه مدخل مهم يعني وتوجهنا السياسي، لكن في نظري أن المدخل السياسي دائما كما تعودنا ولاحظنا ذلك في مجلس التعاون دول الخليج العربي أن السياسة تقود الاقتصاد، والصحيح أن التحالفات يبنيها الاقتصاد أولا كما هو الاتحاد الأوروبي، كما هو النافتا، كما هو الآسيان. بالتالي علينا نحن في المملكة العربية السعودية أن نأخذ زمام المبادرة اقتصاديا، وبودي أن تكون جيزان عاصمة لهذا الدخول الأفريقي في منطقة حرة، وبناء عليه نحن نكون قاطرة لهذا الاتحاد. أما إن بقينا نحن على هذا الاتحاد في حسب السياسي لا أتوقع أن يكون له نجاحا كبيرا. الأمر الثاني أيضا موضوع مصر والمملكة العربية السعودية. لا لحظة، أنا لفتت نظري اللي هي أن يكون هناك أن يعزز هذا الاتحاد من خلال الاقتصاد. أنت شايف أنه يعني هذا غايب يعني الآن عن هذا الإطار أو هذا الاتحاد؟ طبعا أكيد الاتحاد أقيم سياسيا وذي إطار فضفاض واسع، وهناك تناقضات داخل هذا الاتحاد في نظري، لأن وجود مصر في هذا الاتحاد سوف يقيد حرية حركة المملكة العربية السعودية، لأن لجنوب أفريقيا لجنوب مصر هناك مصالح استراتيجية حيوية مصرية، فإن التزمنا بالإجندة المصرية لعله يعيق الانطلاقة السعودية باتجاه أفريقيا. فبالتالي مثلا هناك علاقات متوترة بين مصر وبين أثيوبيا، أثيوبيا هي قلب هذا السوق المحتمل. بالتالي نحن أن نبدأ التحالف السعودي المصري عليه أن يكون تحالف جوهري في 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 مكان ما، ولكن في جانب آخر أن تحظى كل دولة وهي مصر. مصر الآن نراها نحن في صراعنا مع إيران تحتفظ بمؤيد صح التعبير وله حساباته في المنطقة، وعلينا نحن أيضا لتكون لنا حساباتنا الخاصة في أفريقيا. نحن أقفل أمامنا الشمال الآن، الشمال في نظري أنه أقفل الشمال العربي. بالتالي المملكة العربية السعودية لا تملك إلا الخليج العربي والبحر الأحمر، منافذها المحتملة أو المجال الحيوي الجديد للمملكة العربية السعودية، الرئة التي سوف يتنفس منها الاقتصاد، يتمدد نفوذنا، وهناك أيضا منطقة فراغ في هذا المكان، والمملكة مرحب فيها. فإذا علينا حقيقة أن نعزز هذا الدور من خلال عاصمة إقليمية اللي هي جيزان، وأيضا سيفيدنا كثيرا في معالجة الموضوع اليمني، لأن اليمن من الواضح أن ليس هناك حلا عسكريا على الأجل الطويل أتكلم، وبالتالي كيف ستعيد تأهيل اليمن إلا من خلال هذا الحضور السعودي الاستراتيجي في جيزان وفي المنطقة بعيدا عن حسابات المصرية. طيب خلينا نشوف الأستاذ عبير، إلى أي مدى تشوفي أنه تنسيق بين السعودية ومصر يدعم القضايا العربية والإسلامية؟ الحقيقة التنسيق بين المملكة العربية السعودية ومصر مهم جدا، لأن الدولتان هما ركيزتان أساسيتان في المنطقة للمواقف السياسية والاقتصادية والعسكرية وأيضا الثقافية، يعني العمق الثقافي في المنطقة. توجهات الدولتين سواء السعودية أو مصر تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على بقية الدول العربية بسبب الثقل الإسلامي والسياسي لهما. وأنا أثني على كلام الدكتور يوسف بشأن تحالف الدول البحر الأحمر الذي أنشأ قرابة العام تقريبا من الآن، وكان يضم 8 دول، ويعزز أمن يعني الدول المطلة على البحر الأحمر. والمملكة العربية السعودية ومصر تملك أطول سواحل مطلة على هذا البحر، والاقتصاد فعلا هو النواة التي باستطاعتها أن تسير سياسات العالم، خاصة أنها على منفذين رئيسين، على السويس وباب البندب، والحرب الدائرة يعني وصول حتى تركيا إلى الصومال سواء تجاريا أو عسكريا حاليا، ووصول إيران عبر ميليشيات الحوثي أيضا في اليمن،
هي تهديد عسكري مباشر وسياسي أيضا لكل الدول المطلة على هذا البحر. فحينما تتفق أقوى دولتين بنظري السعودية ومصر على تعزيز تعاونهما سواء في القضايا الإقليمية أو القضايا المحلية أو السياسية، فهم بالتالي يؤمنون هذه السواحل، يؤمنون الاقتصاد، وهذا ينعكس على سياسات المنطقة. ممتاز دكتور محمد، لأن المملكة يعني أنشأت مجالس تنسيقية مع عدد من الدول ورفعت أيضا من مستوى التنسيق الثنائي، كيف شايف هذه الخطوة السعودية مع مصر؟ شوف، أي تقارب بين أي بلدين عربيين هذا في مصلحة الأمة العربية ككل. لو ما يأتي من هالتقاربات هذه إلا تقليص مناطق الصراعات. طبعا أنت إذا تبغى تتكلم عن المنطقة ما تتكلم في سنة سنتين ولا حتى 10 سنين ولا حتى 20 سنة. أنت تتكلم في خلال التاريخ الحديث الحديث وليس الحديث القديم. قديم. أنت عندك في المنطقة العربية أول شيء هو غياب الاستراتيجيات، ومرينا بتحالفات كثيرة جدا لا نستطيع حتى تذكرها، ولكن الأسس التي تقام عليها هالتحالفات عادة تكون أسس غير متينة. التحالفات تقام على أبعاد، يا شيء مثلا بعد قومي راسخ، علاقات كان العرب فترة من الفترات كان لهم جامعة دول عربية، كان لهم، كانت الدول حتى الدول القوية كانت تخشى هذا التجمع اللي يسمى الدول العربية. ثم أصبح العرب يروحون مثلا لجامعة الدول العربية ما يأخذون الملفات اللي تجمعهم، يأخذون الملفات اللي تفرقهم. ولذلك دخلنا حنا في، وحتى ترى فيه ضغوط خارجية، يعني عندما الاتحاد الأوروبي نشأ وكذا أرادت دول الخليج، طبعا ما كان فيها أزمة في ذلك الوقت، أن تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي ككتلة، ككتلة خليجية واحدة، مجلس التعاون الخليجي. الأوروبيون رفضوا، قالوا نحن نتعامل مع، شوف تصور الاتحاد الأوروبي بكبره اللي يجمع ناس ما لهم علاقة ببعض، يشترط أنه يتعامل مع كل دولة على حدة. مضبوط. طبعا احنا نرحب بهالتقارب هذا، نرجو ان تكون فيه استراتيجيات وليس شيء مرحلي، وايضا علاقه نفعيه يعني تقوم على مصالح. اي احنا ما نستطيع ان احنا نقيم هالاعلان هذا بالتحالف الا لما نشوف الخطوات العمليه اللي تنجم عن هذا. ولما تنظر الوضع المنطقة صراحة، إلى وضع المنطقة فعلا بائس، يعني مصر عندها خلافات مع السودان، ومن خلال خلافاتها القوية مع السودان ما استطاعوا أنهم يركزون على سد النهضة اللي في 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 في, في أثيوبيا. أثيوبيا في البداية يعني مصر انشغلت بالوضع الداخلي وبالأخوان المسلمين وبالصراعات وبالتقلبات، وأثيوبيا كانت تعمل بهدوء وتبني السد. وللأسف أنه فيه بعض التمويلات اللي فيها السد هذا تمويلات عربية، هما ليس المقصود فيها الإضرار بمصر، ولكن اللي مولوها ما كانوا يرون أن فيه تعدي على حق عربي آخر. يعني كيف ما يرون؟ يعني هم بالنسبة لهم سد، واعتقدون أنه فيه اتفاق حوله، وأن المياه مصر عندها بنت السد العالي على نهر النيل. إيه بس أنت لما تبني، شوف دوليا لما تبني نهر يمر من عندك إلى البحر ما عندك مشكلة تبني سدود، ولكنك أنت لما تبني مصب على مصب يروح لدول أخرى، هنا الوضع يختلف. يعني ولذلك لما تجي تشوف وضع العالم العربي، تركيا قطعت كل المياه عن العراق وعن سوريا، وإسرائيل أخذت البحيرات المؤثرة طبرية وغير طبرية وكذا، والأثيوبيين أخذوا النيل. يعني لو انقطع النيل عن مصر انتهت مصر. ولذلك يعني رغم كل هالظروف هذه وهالملابسات هذه، يجيك يعني شلون هم يخلقون لك نوع من المناوشات تبعدك عن الصورة الكبيرة. مناوشات هنا، أحد مسلح مثلا ميليشيا ولا شيء من هنا، حتى أنك تغفل عن الوضع الاستراتيجي. العرب من هالحين 40 سنة ليس عندهم أي تنسيق استراتيجي. أنا بختم. أوكي.
ممكن أعلق. لاحظ أنا أعتقد أنه الحديث في الخلافات البينية العربية ربما هذا يكون مؤجل بالنسبة لنقاشنا اليوم. لاحظ أنه هذا المقابلة التي ظهر من خلال التنسيق الأمني المائي بين السعودية هي بسبب بعد الانتخابات الأمريكية، الحقبة الأمريكية القادمة ربما سوف تتغير في نظرتها إلى مصر والسعودية. مصر بالنسبة للإخوان المسلمين الحكم القادم ربما كان يتعاطى مع الإخوان المسلمين، وتعرف الضغط علينا من قضية خاشقجي وإيران ومشاريعه. فأنا أعتقد أنهم القيادات أفضل عقلا وإدراكا وعندهم من المعلومات وما أكثر من المثقفين الذين يلوكون الكلام والمصطلحات. التوقيت مهم جدا، هي استباق لما قد ننتظره من بايدن. صحيح. فاصل ثم نعود إليكم. اهلا وسهلا بكم واهلا بضيف الكرام الاستاذه عبير العلي والدكتور جاسر حربش والدكتور محمد العبد اللطيف والدكتور يوسف الحزيمي الى موضوعنا التالي. لا تبدو الايام الاخيره لدونالد ترامب في كرسي الرئاسه الامريكيه اعتياديه، حيث تلوح في الافق ضربه مرتقبه لمنشات ايرانيه بعد تصريحه الأخير بالانسحاب الأحادي الجانب من الصفقة النووية مع طهران، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أنها تحتفظ بحق استئناف العمل على تصنيع أسلحة نووية في أي وقت. القضية لا تقف عند هذا الحد، فالأمر يرتبط بأطراف عدة في المنطقة. فإسرائيل من جانبها أعلنت منذ بداية الاتفاق الأمريكي الإيراني في حينه أنها مستعدة لتدمير المراكز النووية الإيرانية بشكل مستقل إذا لم تتخلى أمريكا وأوروبا عن الاتفاق النووي. وفي منطقة يسودها الاضطرابات والخلافات يبدو الأمر مقلقا للجميع، خصوصا في ظل تزايد التصريحات العدائية بعد مقتل العالم الإيراني فخري زادة. وإذا ما انتهت ولاية ترامب من دون أي ضربة لإيران، فإن الجميع ينتظر الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن وما ستتضمنه سياسته الخارجية خصوصا في الشرق الأوسط. دكتور يوسف، يعني باقي يمكن شهر وكم يوم على ترامب يودع، ايش الاحتمال المتوقع خلال هذه الفترة اللي ممكن يحدثه ترامب؟ هل ممكن يوجه ضربة؟ هل ممكن تسمى في الأدبيات الأمريكية هذه الفترة الحكومة حكومة البطة العرجاء؟ فلا يستطيع ترامب أن يتخذ قرار استراتيجي بالحرب دون العودة للرئيس المنتخب. نعم، لا يستطيع وفي العرف الأمريكي. لكن من المحتمل أن ترامب يعطي ضوء أخضر لإسرائيل لضرب المفاعل النووي الإيراني. هذا من المحتمل، لأن إسرائيل تعتقد أن بايدن سوف يعود لبناء جسور الثقة مع إيران من خلال طبعا 5+1. وهو أكد أمس في مقابلة معه وقال أنه سوف يعود للاتفاق النووي مع إيران، لكن بالاتفاق طبعا مع حلفاء في أوروبا تحديدا. وبالتالي هو يعلم نتنياهو أن هناك الفرصة الآن قد تكون مواتية كما قتل أبو القنبلة النووية زادة. وإيران تعاني من ضعف ولا تملك أن ترد، ومختنقة اقتصاديا من إثارة العقوبات التي فرضها من عام 2018 السيد ترامب. وبايدن ليس في عجلة من أمره ترى مع إيران، هو لا الآن الأولوية الكبرى لبايدن هو عودة بناء تحالفات أمريكا التقليدية الدولية وتحديدا حلف الناتو. لكن هل بالإمكان أن تكون هناك؟ لا أعتقد أن تكون هناك ضربة إلا من إسرائيل، وإسرائيل سوف تجدها فرصة ذهبية لكي لا تنتظر وقت بايدن يعني. طيب عبير، هل تتوقعين أنت أولا هل تتفقين مع كلام الحزيم ولا تتوقعين أنه يصير فيه ضربة؟ هل
ترين أن إيران تفاؤلها بمجيء بايدن يعني محقة هي في هذا التفاؤل؟ ليس بمحل. أنا أرى أن سيناريو 2008 يتكرر الآن في الجو. يعني حينما انتهت الفترة الانتخابية لجورج بوش في نفس الفترة الانتقالية كان الأغلب يتوقع أن يوجه ضربات للمفاعلات النووية الإيرانية وهذا لم يحدث. بالرغم من أن المؤشرات الحالية أقوى بأن ربما ترامب يوجه هذه الضربة بسبب إقالة الوزير الدفاع مارك إسبر بسبب اغتيال العالم النووي فخري زاده. نعم هناك مؤشرات لكنها لا أعتقد أن أمريكا سوف تجازف بضربة مباشرة يعني من خلال قواتها هي، ولكن بالوكالة كما ذكر الدكتور يوسف تعطي التصريح الأخضر إلى إسرائيل وهي تقوم بهذه المهمة. التفاؤل الإيرانيين بأن بايدن ربما يكون أفضل من ترامب أنا أتوقع أنه أيضا تفاؤل مفرط تماما، لأن الداخل ضعيف بسبب جائحة كورونا، بسبب التضييق الاقتصادي، الأمطار، الفيضانات، الهجمات. حتى حواره كان مع حوار في نيويورك تايمز. نعم. اللي هو بايدن. نعم. كان حواره وتصريحه مثل الصفعة أصلاً للنظام الإيراني، كان أتوقع أن يكون تصريحه معهم، لكن هو قال سوف يعني نعود إلى الاتفاقات النووية ولا نسمح بأن تكون إيران دولة نووية. دولة نووية. فلا يعول عليه. بايدن 2012 غير بايدن أتوقع في 2021. صحيح. لأن الأمن القومي هو أولوية لدى رؤساء أمريكا أكثر من أي اعتبارات أخرى. وفي ملمح إيجابي ترى. أي. قال إن عدنا لابد أن تمثل المملكة العربية السعودية والإمارات في التفاعل. هذه تراها إشارة. نعم. نعتقد إشارة إنها قوية. إن نعم. أي قال نعم إلا. خلينا نشوف الدكتور محمد، يعني إيش رأيك؟ إيران لا زالت تستخدم ميليشياتها أو مخالبها الموجودة في العالم العربي، هل تتوقع أيضا أن يتم تقليم هذه الأظافر اللي؟ شوف في المعطيات أنه عادة كيف تنتقم إيران على مقتل العالم، مع أني أنا مقتنع ما فيه برنامج بضخامة البرنامج الإيراني يقوم على شخص واحد يعني. ولكن الضربة الإسرائيلية كانت هي ضربة يعني للمعنويات الإيرانية من الداخل، لأنهم هم يراهنون على انهيار النظام من الداخل. إيران عادة إذا أردت أولا، هل ثبت أنها العملية إسرائيلية؟ هي العملية إسرائيلية واغتيل أحد الموساد حول تل أبيب أيضا يعني. طبعا هي إذا أرادت إيران أن تنتقم هي تنتقم عبر العرب، حلفائها من الشيعة العرب. أي. حزب الله ولا الحوثي، تخلي الضرب يكون عليهم يعني. هي تنتقم من إسرائيل وتتدمر بيروت أو تدمر لبنان ولا تدمر أي بلد آخر، أو تنتقم من بلد عربي مثل السعودية بحكم أنها قريبة جغرافيا وكذا. ولكن أنا ما أستبعد الآن، هم مثل ما تفضلت الدكتورة في لعبة انتظار يعني. يبغون يشوفون ماذا يأتي مع بايدن. بايدن حسب التصريحات اللي ظهرت مؤخرا وحتى دعموها الأوروبيين الألمان والبريطانيين، يعني صرحوا بأنهم سوف يسعون إلى اتفاق جديد وليس الاتفاق الأول، بحيث أنه يشمل الصواريخ البالستية، لأنهم اكتشفوا في الآونة الأخيرة أن الصواريخ هي نفس التهديد حق البرنامج النووي. طبعا إسرائيل في المعادلة يعني دائما حاضرة وتجير الأمور هذه لمصلحتها. هل ترامب في وضع أنه يشن حربنا؟ ما أعتقد. يعني ترامب الآن يعني في ما يسمون الإدارة الأمريكية في حالة ليمبو، يعني في حالة أخذ ورد، يعني حالة شبه مثل ما تفضل الدكتور بطة عرجاء. لا بس هل على فكرة ترامب يستطيع أن يوجه ضربة ولا زي ما قال يوسف لازم مدام هو رئيس ويمارس الصلاحيات قبل أن يستطيع، ولكن لا يستطيع، هو راح حزب كامل وراء الحزب الجمهوري. لا يستطيع أنه يغامر ويعمل مثل حقين الدول العالم الثالث يشن حرب كذا، ما فيه ضوابط. حتى يمكن لو كانت الحرب غير مبررة يمكن حتى وزارة الدفاع ترفض يعني. يعني هم دولة في نهاية الأمر دولة مؤسسات. رغم أنه ترامب كان يعني من الناس اللي unpredictable، يعني ما حد كان يتوقع وش يعمل.
جزء من السنة الأولى لبايدن هي ترقيع الخلافات الداخلية بالداخلية والخارجية اللي عملها ترامب وأنا أتصور أنه السياسة الأمريكية في المنطقة في جوهرها لن تختلف، قد تختلف في بعض الأمور يعني، لأنه هنا هم عارفين يعني استراتيجيتهم وأهمية المنطقة وأهمية المملكة يعني. يعني أتوقع أنه بعض القضايا البسيطة مع المملكة من الممكن تجاوزها وحلها يعني. وإذا هذا ممكن أنه حتى الأمريكان همهم الأمريكان الأول مصلحتهم ممكن يتجاوزون عنها يعني. ممتاز. أنت إيش رأيك يا دكتور جاسر في المرحلة الأخيرة الوداعية لترامب؟ هل يمكن يسجل كريدت له شيء يعني للانتخابات القادمة يعني بعدين، لأنه يتطلع إلى عادة انتخابه أنا في 24؟ وجهة نظري أنها تلتقي مصلحتين، مصلحة نتنياهو للدعاية الإسرائيلية ولتغسيل ولتنظيف ملابسه من الفساد اللي هو سوف يحاكم به، ولتنظيف سمعة ترامب على أساس أنه أدى عمل كبير لليهود قبل أن يغادر، لأنه هو موعود بمحاكمات أخلاقية ومالية وتهرب ضريبي وما لذلك. فإذا أدى خدمة كبيرة لإسرائيل قبل أن يغادر نتنياهو مستعد. الإشكالية هي أنه متى ما أرادت قوة عظمى بالذات أمريكا أنها تضرب دولة أخرى تعتبرها معادية لا تحتاج إلى حقائق تختلق. ضربوا شمال فيتنام بافتعال سفينة اسمها تومكن في خليج تومكن، ضربوها هم طربيد وقالوا هذه نورث فيتنام، وبكرة قامت البي 52 ودكت هنا. نفس الشيء في العراق، أسلحة التدمير الشامل في العراق ما كان في لا أسلحة التدمير الشامل ولا شيء. فإذا التقت مصلحة المودعين نتنياهو وترامب نعم يستطيعون أن يختلقون أي حاجة ما يحتاج شيء حقائق، يضربون الإيران ممكن، لكن السؤال الآن هو ضربة إيران في الفكر الإسرائيلي والفكر الحكومة العميقة في أمريكا إلى أي مدى؟ هل هم على المدى القصير ولا على المدى الاستراتيجي الطويل؟ أنا أعتقد أن على المدى الاستراتيجي الطويل يفضلون أن يتعاملون مع الحكومة الإيرانية الحالية، ينزعونها، ما يدمرون شيء حيوي في إيران، ويجيبون المعارضة وبذلك يبعدون إيران عن روسيا وعن الصين وتصير هي الحليف الأقوى في الخليج وليس الدول العربية. على المدى القصير ضربة لإيران إن حدثت إن شاء الله ما تحدث بهذا العنف تخدم الدول العربية مؤقتا، ولكن على المدى الطويل لا. على المدى الطويل بالتأكيد سوف تتحول إيران الجديدة إلى حليف لإسرائيل أكثر مما هي حليف مع العرب. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم من جديد إلى موضوعنا التالي. يواصل العالم أجمع مواجهة فيروس كورونا وسط ترقب لمرحلة جديدة بعد اللقاحات التي ينتظر أن تتوفر لقطاع كبير من سكان المعمورة خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي اعتمدت فيه المملكة آلية جديدة في إعلان خريطة الإصابات بشكل أسبوعي بدلا من التقارير اليومية التي كانت متبعة خلال الفترة الماضية، وهو ما أرجعه المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العال الذي أشار إلى استقرار معدل الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة. وتصدرت أخبار اللقاحات التي توالى الكشف عنها لدى شركات عدة واجهة متابعات كورونا، وعلى رأسها إجازة بريطانيا للقاح فايزر بيونتك لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي، في حين أبدى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ تفاؤله بأن تغير اللقاحات قواعد اللعبة، مطالبا بمواصلة الالتزام بالأجراءات الاحترازية ومتوقعا أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل الأولى.
من الأخبار المبشرة أنه اليوم أيضا تسجل المملكة 190 حالة مؤكدة، وهذا يعني يعبر عن حالة التنازل في عدد الإصابات. أيضا حققت المملكة المركز السادس دوليا والأول عربيا ضمن أكثر وجهات السفر أمانا بين دول العالم خلال جائحة كورونا. طبعا هذا التصنيف أو هذا الترتيب جاء ضمن تصنيف دييغو ترافل الذي يعتمد معايير دول الاتحاد الأوروبي لتنسيق القيود على السفر. أبغى أشوف الأستاذ عبير، في جدل طويل يدور حول اللقاحات، مدى فائدتها، حديث يعني تشير إلى بعض الضرر، حديث تتحدث عن مؤامرة، أنت إيش رأيك في هالمسألة ككل؟ حقيقة يعني جائحة كورونا هي شكلت صدمة للوعي العام في العالم أجمع، لأنها تقريبا شلت الحياة لعدة أشهر، ثم بدأ الناس الآن يستعيدون يعني حياتهم تدريجيا. والحديث عن اللقاحات هو حديث جديد أو معلومات جديدة، وحينما تغيب المعلومة الحقيقية والموثوقة عن شيء جديد تدخل الإشاعات مكان المعرفة، ونظرية المؤامرة أيضا تتصاعد، ويصبح الناس ينظرون إلى هذا الأمر من خلال الشائعات ونقص المعرفة الموجود لدى الناس وليس من خلال الحقائق. فنحن نعول كثيرا على الجهات الصحية المحلية والخارجية أن يستمروا في التوعية للناس لكفاءة هذه اللقاحات وتطمينهم. الآن بريطانيا مثلا سوف تبدأ فعليا من الأسبوع القادم في التطعيم الشامل في استخدام عقار الجديدة المصرح، وحسب الاستطلاعات أن واحد من كل 6 أشخاص بريطانيين سوف يمتنعون عن أخذ هذا اللقاح. طبعا هذا عائد لنقص المعرفة وبسبب نظرية المؤامرة وغيره. البحرين تقريبا أتوقع اليوم أعلنت أيضا أنهم سوف تكون ثاني دولة في، لكن بشكل عام هو اللقاح تقريبا هو الأمل الذي يلوح في الأفق بعد التزام الناس بالإجراءات الاحترازية. لكن لا يستطيع العالم أن يبقى يعني محدود ومكتوف الأيدي من السفر، من قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية أو حتى الحياة الاجتماعية البسيطة التي تعودنا عليها. يعني لا نستطيع أن نبقى نرتدي الكمامات فترة طويلة أو حتى تباعد اجتماعي وغيره. فاللقاح هو الأمل الذي يعول عليه كثير من الناس، حتى وإن كان هناك مجموعة منهم تقوم يعني أو تنظر هذا الأمر نظرية مؤامرة أو غيره. لا واضح من كلامك أنك بتاخذين اللقاح إلى جاء ولا طبعا. عندك يا روح ما بعدك روح. نعم. طيب إيش رأيك دكتور محمد، أنت أيضا ترى تصنيف المملكة وكونها على الدولة العربية الأولى والسادسة عالميا يمكن أن يقود لاحقا إلى تكثيف مثلا الجانب السياحي في المملكة، هل تعتقد أن هذا يعني مردوده إيجابي على المملكة؟ طبعا أنت تروح البلد نظيف ما لا تروح البلد موبوء يعني. ولكن أنا برجع لموضوع اللقاح. اللقاح ممكن نتناوله من جانبين. أيوة. الجانب الأول هو الجانب الطبي، والجانب الثاني هو الجانب القانوني. الجانب الطبي فيه أبحاث، أنا قرأت بحث طبي، أنا أحيانا أقرأ يعني معلش نتلقف على الدكتور. قالوا أنه أصلا بعض اللقاحات الأولى أدخلوا في الإنسان بعض العناصر في الريبوزوم في البروتين حقه بحيث أنه يكون يتقبل اللقاح، يعني بمعنى أنك تحتاج إلى أنك تعدل في البروتين البشري علشان يتقبل اللقاح. وهذا وفيه ناس كثيرة أطباء طبعا في الطب، ربما الأغلبية ترى في سلامة وصحة اللقاحات، والآخرين بعضهم يرى أنه اللقاحات هذه لابد أن يكون لها ضرر. هو عموما أي تدخل في, 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 في الإنسان يعني انفيزيف، يعني مثلا أنك تحقن فيه شيء ولا تحط فيه شيء، يعني قد يكون له مضاعفات وقد يكون له شيء في جسم الإنسان. احنا ما نعرف الحين وش راح بيصير في اللقاح الجديد، هل على سيما أنه بياخذ على مرحلتين، والفيروس أيضا قابل أنه يتجدد. يعني هذه واحدة، هذا طبيا. أما الناحية القانونية هو هل يحق للدول أن ترغم المواطنين ولا على الأقل بعض المواطنين على أخذ اللقاح أم لا؟ يعني هل المواطن في بلد زي أمريكا مثلا ولا زي إيطاليا هل اللي ضربتها كورونا بقوة يستطيع أنه يرفض يأخذ اللقاح؟
هل مثلا طبعا هم ما يمكن يجيبون له شرطة مثلا أيه. ولكن قد يوقفون حاجات له، حقه في التصويت مثلا، حقه في شيء ما، حتى يثبت شهادة أنه ملقح. أيضا الآن فيه اتجاه عالمي إلى أيه. ربط السفر أيه. أيه. بأخذ اللقاح. إذا أنك أنت ما عندك شهادة أنك أخذت اللقاح هذا، ما تستطيع تنتقل من بلد إلى آخر. ولذلك يعني عندما تبدا عمليه اللقاحات هذه سوف تتخلص. خلاص ما دام احنا في هذا الجدل إيه؟ عندنا الدكتور جاسر هو اللي يعني يمكن ان يفتي في هذا الموضوع. كيف تحسم الامر في هذا الكلام يا دكتور جاسر عن انعكاس اللقاح على جينات البشر؟ الكلام ايضا عن مؤامره مع بيل جيتس وغيره من رجال الاعمال، وانه يعني المردود المادي هو الهدف. شوف، هذه معركة متكررة منذ بدأت اللقاحات. كل مرة يجي وباء، شلل الأطفال، الحصبة، الإيبولا، هذه لا أبي اللقاحات القديمة جدا كان فيها مثل هذا. نعم نعم باستمرار. أوكي. وإلى الآن في مجموعات، في مع أطباء وكهنة كاثوليكيين ورؤساء كنائس ومؤسسات مالية تدعم هذا الشيء، تدعم انهم يقاومون. لكن كمسيرة البشرية مع كل وباء فيروسي جديد، سواء حصبة سواء، الذي سوف يحصل مع الكوفيد هو نفس الشيء الذي حصل مع الانفلونزا وغيرها. في النهاية العالم سوف يستسلم للقاح لأنه سوف يطمئن إليه. في البداية سوف الشجعان هم الذين سوف يأخذون اللقاح وسوف يستفيدون من ذلك هم وعوائلهم، وبالتالي سوف يلحق بهم المتخوفون. هي مسألة تتكرر في التاريخ. لكن السؤال الآن، نحن في حقبة الشجار المادي العلمي على اللقاحات. التسويق في حد ذاته صار فيه نوع من الدس العلمي المضاد. بيل جيتس وما بيل جيتس وهذه كلها خرافات. لكن اللقاحين المتوفرين الآن، الأسس، الطرق التي بنيت عليها اللقاحات هي طريقتين. واحدة منها معهودة منذ عشرات السنين، وهي أنهم يجيبون الضفيرة الوراثية حقت كوفيد، يأخذونها ويدخلونها في فيروس حق ما في فيروس آخر اسمه أدينو فيروس، لا يسبب إلا شوية برد عند الشمبانزي، يدخلونها فيه يقتلون هذا الفيروس. أيوه. والضفيرة الوراثية في داخله بحيث أنه لا يستطيع لا أن يتكاثر ولا يسبب مرض، ثم يحولون إلى لقاح. هذا هو اللقاح الروسي والصيني وربما الهندي. هذه الطريقة هي المتبعة في كل اللقاحات القديمة. الأولى ذي الضفيرة. هذه الطريقة. أيوة. الطريقة الجديدة لأنها أسرع في الإنتاج. أي. هو أنهم يأخذون من الشوكة التي تحقن الخلية الإنسانية التي فيها الصفة الوراثية، الحامض النووي الذي شوكة كوفيد، أي التاجية يعني التاجية الشوكة الخارجية التي تأخذ الخلية البشرية وتحقن فيها المادة الوراثية. يأخذون منها خلينا نقول الحامض الأميني البوسطجي الذي ينقل الرسالة، ثم يغلفونها بمادة نانوية صغيرة جدا بحيث أنها ما تنفجر أثناء النقل وأثناء الإعداد وأثناء خض الزجاجة وما ذلك. أي. ثم يحقنونها في العضل. إذا ضربت الخلية العضلية انفجر هذا الغلاف الجديد. أيوة. المغلف للحامض النووي البوسطجي. أي. وبرمج الخلية العضلية على أنها تتعرف عليه على أساس أنه فيروس كورونا، وهو ليس فيروس كورونا، هو الرسالة حقتها، هو البسطة حقتها، الرسالة البسطجية. فتقوم تفرز مواد تخبر الجهاز المناعي في الإنسان المحقون أنه أيه؟ ترى جاكم فيروس كورونا وليس فيروس كورونا. أيوة. فالجهاز المناعي يستنفر ويبدأ يبنى مضادات كما لو كان هوجم من قبل فيروس كورونا. هذه الطريقة جديدة. أنت تميل إلى أي واحدة؟ أنا أميل إلى القديمة. لا، القديمة مضمونة. الجديدة غير معروفة، وبالذات أنها طورت بسرعة فائقة خلال 4 إلى 5 شهور. ما بين بيونتك المسؤول عنها هو التركي وزوجته في بيونتك في ألمانيا.
واخذتها منهم فايزر للتمويل والان صارت هي بشكل بيونتا تعتمد نفس الطريقه في الامريكيه نفس الطريقه نفس الحامض البوسطجي ماخوذ من الشوكه ولكن طريقه اعداده سر حتى الان لكنه لا يحتاج الى تبريز ناقص 80 درجه. الطريقه الاولى امريكيه ولا صينيه؟ لا الطريقه الاولى صينيه وروسيه عالميه هي عالميه ما جابوا بدعه من عندهم طبقوا شيء معهود لكن الان الطريقه الجديده لانها سريعه ولانها تبي تجيب فلوس واجد ولان اللي تبناها امريكا والمانيا العالم اظن سوف يتبناها يعني مدى الانتاج ما عدا الهند كوريا الجنوبيه البرازيل والارجنتين والصين هذول يتبنون الطريقه القديمه لو سمحت وهم ثلاث ارباع سكان العالم على فكره هو يقال ان سبب الانتشار السريع للكوفيد هذا اللي هو امتداد للسارس 2 حقنا اللي كان موجود اللي هو اللقاحات السابقة اللي عدلت في الضفائر حقة الخلية الجينية للأوادم هذا اللي خلى ما يسمى بالآر نوت هذا سريع جدا واحد يصيب ثلاثة ثلاثة يصيبون تسعة يعني مشكلة كوفيد مو بس انه مرض مشكلته في سرعة انتشاره سرعة الانتشار فأنا كنت بسأل الدكتور هل هذا قد يكون صحيح يعني أنه نتيجة الموديفيكيشن الأولى في يعني إحنا صرنا نستهلك لقاحات كثيرة بحيث أنه تغيرنا من الداخل بحيث أنه صارت الفيروسات تلقانا يعني لأنه بعض اللقاحات الأولى عفوا أخذت من دماغ حيوان دماغ فار أو شيء من القبيل وأنا قرأتها يقول هذه هي اللي سببت سرعة انكشاف الإنسان لها الفيروس ترى يعني. هذا من الخيال العلمي أنا قاري والله في مجلة علمية طبية يعني. طيب حتى في مجلة علمية في دس كثير جدا وفي ناس عندهم جنون عظمة أنهم يطلعون نظريات لكن ما عندهم أي إمكانية لا في المختبر ولا حتى في المريخ أنهم يثبتونها لكنه طرح علمي نظري مبهر لو كان هذا صحيح كان حدثت نفس الشيء مع فيروسات الانفلونزا مع الحصبة مع السعال الديكي وما غير ما بس الانفلونزا ما تنتشر بسرعة كوفيد مشكلة كوفيد هذا أنه يعني ينتشر بشكل تنتشر أسرع من كوفيد لما ما كان فيه تطعيمات وقتلت 60 مليون نسمة وصلت إلى الشرق الأوسط وصلت إلى نجد وشلون وصلت مع الهواء الإسبانية خلي بس أشوف عشان نروح نرتب الأمور كيف شايف أنت دكتور يوسف تأجيل السفر في المملكة أو تأجيل موعد رفع القيود على المغادرة هل أنت مع هذا القرار هل هذا خشية من الدول الخارجية اللي منتشر فيها كوفيد يعني أظن أن هناك بعد اقتصادي من فيه إجازة جاية وفي إنفاق من الأفضل أن ينفق في الداخل يعني براغماتيك الوضع أي نعم لكن الأمر الثاني أيضا وجود اقتراب اللقاح فعلا لما العجلة لفتح الحدود والتورط في موجة ثانية واللقاح قد وصل فالتوقيت أيضا وجود اللقاح فعلا لما الفتح المبكر والحل الجذري الآن موجود فبالفعل أنا أعتقد أنه قرار موفق أن يؤخر لحين أن الناس تحصل على اللقاح لو كويس أنه يعني أيضا العالم أنا أشوف السعوديين بدأوا يتعرفون على بلادهم على المملكة العربية السعودية تسألون عن لماذا التأجيل التأجيل شوف لسببين أول حاجة أنه السعودية مقبلة على أن تكون دولة سياحية مكتظة بالسياح قريبا يمكن السنة القادمة والحرمين الشريفين الحج والعمرة هذا مهم جدا أن السعودية تكون نقية عند القيادة وعند الشعب هذه اعتبارات مهمة جدا طيب لكن هل اللقاح هل عفوا التعافي في المملكة لنسبة 97% سيكون هو عنصر الجذب الرئيسي للمملكة
في السياحة بس لما تفتح الناس والله يقولون وين نروح؟ بنروح السعودية لأن ما في خالية. لا لا هو أكيد بس لا واحد من الأسباب أكيد البنية التحتية مهمة. بس تعالوا يا هالملايين اللي تبون تجون، ترى إذا تبقون تجون الله يحييكم، ترى بلدنا نظيفة. عبير هالسنة جوكم؟ نعم في مقومات، جاكم زحمة هالسنة في أبها. صحيح أنا بس يعني بس مؤقتة يعني أصلاً الأجواء لأن الناس ستذهب إلى أسبانيا، تذهب إلى فرنسا، تذهب إلى أمريكا. بس أنت عندك الآن أنت مقبل على أنك تشق طريقك إلى مجال اقتصادي جديد استراتيجياً، وعندك الحج والعمرة أيضا. نعم صحيح طبعاً. لأنك تسأل عبير، أقول أستاذ عبير أنهم في أبها أدركوا الفارق هالسنة الموسم هذا، جاهم ناس كثير العادة كل هذولي تلاقيهم في خارج المملكة في كل مكان، وما زالوا إلى الآن يعني يعيدون اكتشاف يعني كثير من المناطق في المنطقة الجنوبية سواء في عسير أو في جازان. في جازان ورجعهم للقصيم يعني لا تخافين. طيب فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم وأهلا بالضيوف الكرام، الدكتور يوسف الحزيم، الدكتور محمد العبد اللطيف، الأستاذة عبير العلي، الدكتور جاسر حربش. إلى موضوعنا التالي، في الوقت الذي واصلت ميليشيا الحوثي عملياتها الإرهابية ضد المملكة والتي استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، اعتبر سفير السعودية بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن إعلان واشنطن المرتقب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية خطوة إيجابية. وأوضح المعلمي أن ممارسات الحوثيين تؤكد أنهم إرهابيون، مشيرا إلى أنهم ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها. واعتبر السفير المعلمي أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هو تصنيف عادل ومنصف وحقيقي، موضحا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. ويعيش الحوثيون المدعومون من إيران في إطار سياستهم لزعزعة أمن المنطقة أوضاعا مضطربة وضغوطا عالية من المنظمات الدولية، فضلا عن الضغوط الداخلية جراء ممارساتها القمعية تجاه أبناء الشعب اليمني. دكتور محمد، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لو تم على مسار الأحداث؟ أولا التصنيف هذا مثل ما يقولون بالإنجليزي، يقولون too little too late، يعني جاي متأخر وجاي أيضا تردد يعني. شوف دائما فيه نمط يمشي عليه الغرب، يعني استراتيجية يمشي عليها يغير في أشكالها. بس يعني لما تجي تشوف الحوثي، من المستفيد من الحوثي؟ إيران غير مستفيدة من الحوثي ترى على فكرة مباشرة، يعني غير إذا السعودية. ولكن الغرب مستفيد من الحوثي لأنك أنت تضطر دائما تشتري دكان مفتوح الدكان. تعال اشتر صواريخ، تعال اشتر كذا. ولذلك هم الآن لما تجي تشوف اليمن مثلا، اليمن مغلق ما فيه إلا احتمالين تجي الأسلحة عليه، الصواريخ هذه الأشياء، يا أما عن طريق الحدود العمانية وهذا شيء مستبعد أيضا، أو عن طريق حقات الأمم المتحدة، المعونات حقت الأمم المتحدة. يعني في اتهام كبير للحاجات هذه. يعني الغرب بمعنى أنه يضعك في موقف محرج وبعدين يجي يلومك، يعني يسبب لك مشاكل في مكان زي اليمن بحيث أنه يستنزفك يعني، وبعدين يتهمك أنك أنت ساهمت في تجويع اليمن ولا ساهمت في إفقار اليمن. أنا ما زلت أتذكر حين لما تجي أنت تأخذ النمط هذا، لما بدت المنطقة تنتعش شوي وزادت الإيرادات وكذا وبدت تركيز من أيام الملك فهد على العلل على التنمية، جاب الخميني حطوه في إيران، استمرت الحرب 10 سنين مع العراق، ثم توقفت الحرب، ثم أدخلوا العراق بشكل ما إلى 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 الكويت، ثم استمرنا في معركة، ثم انتهت، ثم خلقوا داعش، وبعد كذا خلقوا كل هذا. هما ينظرون، أنا أعتقد الغرب ينظر للمنطقة من ناحية الموارد، خاصة الموارد النفطية حقتها، من جهتين. أول شيء إن حنا ما ندفع على المنطقة هذا لازم نسترده بشكل ما. ثانيا إحنا نعمل على المدى الطويل على
حرمانهم من هالموارد هذه. الغرب لم يركز جهوده في أي قضية اقتصادية كثر قضية استبدال النفط. ولذلك هم يعني الغرب يرى تهديد فيما لو كان فيه نهضة وتنمية حقيقية في المنطقة هذه. لو صار فيه يعني تنمية حقيقية في المنطقة حتما المتضرر منها هو الغرب. ولذلك هم من زمان سياسة معلنة لهم أنه نعيد تدوير الأموال اللي حنا ندفعها للمنطقة هذه. ولذلك هذا للأسف هو سبب من أسباب عدم استقرار المنطقة. هم يعرفون الحوثي، يعرفون الحوثي من يوم أنه مراهق في قم يعني، ويعب يدرس وعارفين وضعه وعارفين وشه وعارفين ماذا يمثل وعارفين ماذا يمارس، عندهم معلومات أكثر منا ويعرفون أنه إرهابي. ولكن متى يصنفون ومتى يتدخلون هنا السؤال. يعني الآن ترامب هو ماشي سوف يغلق بعض الملفات حتى ما الديمقراطيين ما يجون. مثلا من الأشياء اللي ممكن يستخدمها بايدن هو لو جاء لتحسين العلاقات وصورة أمريكا في المنطقة أن يصنف الحوثي كمنظمة إرهابية. ولذلك هناك خطوة ولو استباقية. تم يا محمد عشان باختصار لو تم هذا التصنيف إيش انعكاسه بس باختصار؟ انعكاسه أن بيتابع التمويل اللي يصل للحوثي، بيتغير الصورة الإعلامية للحوثي، تنجبر كثير من الدول أنها تغير مواقفها من الحوثي. يعني في انعكاس كبير جدا يعني. طيب خلينا نشوف الدكتور جاسر، أنت تتفق مع كلام الدكتور محمد العبد اللطيف؟ هل محمد ينطلق من الواقع أو مسيطر عليه فكرة المؤامرة؟ لا، وشوف كون أن العرب يريد أن الغرب يريد أن يحفظ مصالحه المستمرة من أكثر من 300 سنة في المنطقة العربية الشرق الأوسط عموما، هذا شيء طبيعي. وهذه ليست مؤامرة، هذا تخطيط للاحتفاظ بالمصالح القديمة أنها لا تضيع. وبالذات أنه الآن أصبح له منافس قوي في الصين والاتحاد السوفيتي، فهو يريد أن يستمر في التكويش. لكن إشكالية اعتبار حركة الحوثي رهابية، طيب هم يعرفون أنها امتداد للانتشار الإيراني، أي وهم يعتبرون أنه الحركات اللي تؤيد إيران رهابية، وأنه إيران أيضا دولة تهدد السلم العالمي. إذن بالمنطق البسيط أنه المفروض أنه منذ البداية اعتبر الحوثية حركة إرهابية. لكن هي في نوع من المجاملة الأخيرة، مثل زيارة كوشنر للقطر وللكويت وللسعودية ولنتنياهو، أنه يعني يا أهل المنطقة نبي نعطيكم شوية تصبيرات سندويتشات بسيطة علشان تعرف تحبون بعض، ونبي نعتبر من ضمنها الحوثي حركة إرهابية. ويجي بايدن بعدين يمسحها، لا معنى، لا معنى. هم يعني ولا إذا كانت حركة إرهابية على باب المندب، طيب ليش ما سمحوا لهم إنه للإيرانيين إنه يسوون حركة حوثية على مضيق هرمز؟ ليش؟ لا ما يصير، لكن في اليمن يصير. فهذه خطوة ما لها قيمة، هذه مجرد سندويتش. يا أنت شايف يضحكون علينا. ها يوسف إيش رأيك؟ شبه إجماع يعني. أنت شايف إنه في مردود لتصنيف الحوثي لو تم يعني كمنظمة إرهابية على الواقع على قضية اليمن؟ الحوثي أداة إيرانية صح؟ أي إيران عندها خبرة في التفلت من العقوبات الاقتصادية، والحرس الثوري تحديدا يملك من الخبرة ما يستطيع أن ينقذ فيه الحوثيين اقتصاديا. لكن أنا مع الدكتور محمد على أن تبعاتها السياسية أعتقد أنها ستكون تبعاتها مؤلمة على الحوثي كصورة ذهنية إعلامية. لا شك أنا لا ما ترى ما حدا لا دكتور أنت قل رأيك عنها. فهنا سيلحق الأذى بالحوثي من الناحية السياسية. اقتصاديا لا أتوقع أن هناك سؤال. هل هذه الخطوة المشكلة في الحوثي الآن حتى هذه العقوبات؟ السؤال الكبير الحين، هل المعركة نحن معركتنا مع الحوثي؟ نحن لسنا معركتنا مع الحوثي. الحوثي لا، هي المعركة الآن حقيقة حرب إقليمية.
طيب نعم وعلى أرض اليمن هذا على أرض اليمن هذا الكلام. وبالتالي بالفعل أنا لست مع المؤامرة لكن أنا مع ما يسمى نصف المؤامرة. يعني هناك ممكنات، يعني مثلا لولا انهيار النظام الاجتماعي السياسي في اليمن طبعا بذهاب علي عبد الله صالح، انهيار تكلم القبيله والجيش، لما كان هناك فرصه لظهور الحوثي صح؟ جيد؟ اي الان سؤال، هل الحوثي، خلونا نفكر ابعد من موضوع العقوبات، هل الحوثي الان قادر على صناعه واقع امامي جديد على انقاض الدوله الوطنيه اليمنيه بدعم من الهاشميين ودعم من حاضن تهزيديه؟ هل بالامكان؟ هل سؤال، هل الحوثي بالفعل هو العوبة إيرانية مع التناقض الزيدي الاثنى عشري، وإلا تخادم وتقاطع مصالح ومن الممكن إعادة تأهيل الحوثي من جديد وفق تفاوض مباشر معه؟ يعني هناك أسئلة كبرى. السؤال الثالث اللي أنا أبغى أطرحه، هل حنا سنقع الآن في ردود الفعل على أما علينا أن نقرأ كما ذكر الدكتور محمد من عام حنا 57 وعندك 73 و79 و82 و90 و94 و2003 و2007 و2012 و2014 مع الحوثي والمنطقة لم سنظل نحن نطارد ردود الأفعال أما نستطيع الآن خلق واقع جديد بأن هذه المنظومة القديمة أن نتخلص منها ونحن نروح مثلا لطبقة حكم جديدة في اليمن ألا نتكئ على إرثنا السياسي والاجتماعي في اليمن بأن هناك ترى قادة من الشباب العسكريين الضباط اللي على الحكومة الآن أن تقوم باحتضانها وتشكيل الآن جيش يمني جديد بعيدا عن القيادات السابقة. هل بالإمكان الآن المجتمع المدني الشباب القبائل نصنع منهم أحزاب جديدة ونتخلص من هذا الإرث كي يذهبوا إلى يمن جديد وإلا سنظل نحن الآن في حالة؟ تفضل دكتور. أنا أكمل بس أنا الاعتراض واعتراض أساسي من باب من الباب الذي أراد من الحوثي أن يدخل على اليمن. الحوثي عنده مشروع يتكامل مع المشروع الإيراني ولكنه منفصل، هو يعتبر أن الحدود التي وفق عليها في الطائف لاغية وأن السعودية متعدية على اليمن الكبرى، يريدون تصحيح الحدود ويعتبرون أن الشرعية الدينية في الحرمين غير شرعية، السعودية متواجدة بطريقة غير شرعية وأن الحرمين لازم تدول، وهذا ما هو المشروع الحوثي حتى لو ما قالته إيران. دكتور بس هل الحوثي فكيف نتصالح معه؟ دعك عن الشعارات، هل الحوثي بالفعل يستطيع حمل هذه الشعارات؟ سؤال. السؤال الثاني، أين العمق الشافعي داخل اليمن؟ أين أحزاب المعارضة الأخرى زي التجمع اليمني للإصلاح والإخوان مثلا؟ أين أيضا بقايا حزب المؤتمر؟ يحاربون مع الحوثي، يحاربوننا مع الحوثي. لا أنا أعتقد مبالغة في قوة الحوثي، فأنا أعتقد أن حالة ظرفية احتراء، ترى النظام القديم ترى النظام مختلف وتعبان ودولة فاشلة وإيران تفلح أن تعمل في الدول الفاشلة. خلاص خليني بس أشوف الأستاذ عبير كيف شايفة مع الوضع الإيراني والحالة الضعف التي تعانيها إيران الآن، هل سيؤثر هذا في رأيك على مستوى الدعم، دعم إيران للحوثيين؟ للأسف إيران هي تقوم يعني بشكل أساسي، يعني النظام الإيراني على أهداف توسيع المشروع الشيعي في المنطقة، لا تبني الداخل الإيراني ولا تهتم به بقدر أهدافها التوسعية الخارجية والفوضوية من خلال أذرعتها في المنطقة سواء في شمال الجزيرة العربية أو في جنوبها مثل الحوثي. وهذا ما يحدث أيضا في داخل اليمن، الواقع اليمني الآن يعاني من الفقر ومن المجاعة ومن الأمراض، وهدف الحوثي أيضا نفس الأهداف التوسعية لإيران من خلال يعني استعانته بالامدادات العسكريه التي تصله من الايرانيين، يقوم يعني بمحاولات فاشله في يعني مضايقه المملكه او الاعتداء عليها وعلى حدودها وعلى الامن والسلم الدولي العام بتهديد المنشات النفطيه والاقتصاديه. فلا اتوقع ان حتى وان ضعف الداخل الايراني انه سوف يتوقف عن اهدافه التوسعيه في المنطقه، وهذا ما يجب أن يلتفت له العالم والقوى العالم أن توقف هذا العبث الإيراني في المنطقة من خلال إيقاف الأذرع التي توجد في المنطقة العربية. نعم. طيب فاصل ثم نعود إليكم.
أهلا وسهلا بكم وإلى موضوعنا الأخير. شدد وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الثالث لمجلس شؤون الجامعات، شدد على أهمية دراسة هياكل الجامعات لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، مهنئا مجلس أمناء جامعة الملك عبد العزيز بعد اختيارهم كأول مجلس أمناء في ظل نظام الجامعات الجديد، منوها بدورهم في حوكمة الجامعات وصناعة رؤيتها ورسالتها لتحقيق أهدافها وخدمة المجتمع وفق رؤية 2030. وناقش مجلس شؤون الجامعات خلال اجتماعه الأسبوع الماضي هوية مجلس شؤون الجامعات وأمانته، وكذلك خطة تطوير وإعداد اللوائح واستعراض الدراسة الشاملة للهياكل التنظيمية في الجامعات، بالإضافة إلى إقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات. دكتور جاسر، ايش رايك، ما الذي تحتاجه الجامعات السعودية من وجهة نظرك لمواكبة التطورات المستقبلية في المملكة؟ تحتاج عدم تدخل الوزارة، وزارة التعليم، في شؤون الجامعات اطلاق صراحها. فقط عليها التمويل بطريقتين، انه الاموال الخاصة رؤساء الشركات والبنوك تساهم في التمويل تبرعات، والدولة أيضا تدعم، ولكن لا يتدخلون في الحريات الجامعية على الإطلاق، يراقبون الأداء، الأخلاق، التصرف من بعيد كما هو يعني كما هو سائد قضائيا وشرعيا في البلد، ولكن يطلقون حريات الجامعات. أنت لاحظ الآن أن هذا الكلام الإنشائي الطويل، انتبه، شؤون الجامعات وناقش هوية مجلس شؤون الجامعات، معناته حتى الآن رغم كل هذا العمر الطويل ما بعد في هوية. ومجلس أمناء الجامعات من أين؟ أنا أتوقع أنهم يجيبون مجالس أمناء جامعات لكل جامعة من داخل التركيبة الأكاديمية الجامعية، هذا ما يجوز. مجلس الأمناء لازم يكون من طبقة محايدة برا، من من من, من رجال الثقافة والعلم ورؤوس الأموال اللي هم يحكمون. هل فيه مجلس استشاري دولي نص على أن هناك مجلس استشاري دولي لكل جامعة؟ وفي المجلس لا ما منصوص عليه في النظام. الحين يبحثون عنه. طيب إيش تعليقك أنت؟ يعني أنت هل تتفق مع كلام الدكتور جاسر، ولا ترى أنه ما زال يجب أن يبقى لوزارة التعليم نفوذ على الجامعات؟ أولا أنا عندي سؤال، لماذا نتعلم؟ لماذا التعليم الجامعي؟ هذا سؤال مهم. الآن حنا نتعلم، كلنا نروح على الجامعة عشان الوظيفة، لا كل السعوديين يروحون على الجامعة، صحيح، بس لماذا نتعلم؟ مش في الأخير عشان سوق العمل؟ أغلبنا بيروح سوق العمل، صحيح. إذن سوق العمل إذا كان هو النهاية في الغالب، في الغالب فسوق العمل هو الذي مفروض يحدد نوع الدراسة، نوع الدراسة، المخرجات. أنا شايف في غياب لسوق العمل، الغرف، احتياجات سوق العمل، نعم، هي تحدد الاستراتيجية. واحد، اثنين، الآن الجامعة مهما فعلت عندها مخرجات تعليم ضعيف من التعليم العام، مهما فعلت الجامعة في الأخير مخرج، ترى الجامعة طالب في الأخير، الطالب هذا جايك من نظام تعليمي ضعيف، فإذا السنة التحضيرية وإلغاء هذا نعتقد أنه خطأ كبير، إلغاء السنة التحضيرية، بل بالعكس السنة التحضيرية هي لتغطية النقص. ثلاثة، سؤال أنا أتمنى كل جامعة تسأل نفسها، أين ذهب الطلاب؟ خريجين أين ذهبوا؟ أربعة، نحن علينا التعليم الجامعي على فكرة ألا نعول عليه، ترى السعودية والسعودية في المستقبل هي على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني اللي هي غايبة عن المشهد، اللي هي مفروض كل جهود الوزارة لا تصب على التعليم، مفروض تصب على تعليم الأساسي اللي هو الابتدائي عشان تخلق أجيال مستقبلية، لا تقعد ترجع ذا الوضع تخليه على ما هو عليه، وتركز على على التعليم الفني والتدريب المهني كي يغطي عجز التنمية السعودية الحالي، فإن نجح معالي الوزير. وثلاثة، زي ما قال الدكتور، السؤال الآن المملكة عندها استراتيجية عظيمة في التفويض من خلال خلق الهيئات والمجالس، لكن يجي، وأنا ما أتكلم عن الدكتور محمد، أنا عندي إشكالتين مع موضوع الهيئات، أن يجي أحد من نفس التخصص
يعني شوف انا اعتقد نجاح وزاره الصحه يعذرني الدكتور سببه انه ما هو طبيب الدكتور اللي هو الربيع. لابد ان نبحث عن القاده لا نبحث عن لان في الناس في الاخير سينتصرون لتجربتهم. هذا واحد. الامر الثاني في موضوع ان الوزير حقيقه ان يراس تلك المجالس ستظل انا اقول لك من خلال ممارسه تطبيقيه وتامل الهيئات انت الهيئات خلقت كادر مالي جديد بذات البيروقراطيه خلاص استاذ عبير كانت نفس الشيء. عبير انت ايش رايك في الاثر المتوقع من هذه التعديلات؟ انا حقيقه يعني ارى ان نظام الجامعات الجديد لن يشكل فرق امام الجامعات السيئه او متدنيه الاداء لكنه سيعطي الفرصه للجامعات ان تحسن من ادائها. يجب على الجامعات ان تكون بالفعل مستقله في خلق فرص لسوق العمل من خلال تهيئه التخصصات واعاده الهيكله والاستراتيجيه الكامله للتدريس والتخصصات الموجوده في الجامعات بما يخدم سوق العمل والتغيير الكامل الشامل في المملكه العربيه السعوديه الان. يعني ما زالت بعض الجامعات الى الان لديها تخصصات مثلا في التاريخ. يعني ماذا نفعل صراحه؟ معليش مع احترامي لهذا التخصص العريق لكن سوق العمل يتطلب مثلا مختصين في البيانات، في الذكاء الاصطناعي، في الادوات الحرفيه والمهنيه. الاستقلال ايضا في الهويه، في هويه الجامعه بان تؤثر او تشكل فرق في المنطقه التي هي توجد فيها. في منطقه عسير مثلا ان تكون الجامعه الموجوده لديها يكون لديها انشطه اجتماعيه ثقافيه تخدم نعم تخدم يعني توجه المنطقه، منطقه توجهها سياحي مثلا، اين كليه السياحه مثلا في المنطقه، الضيافه، الفندقه، يعني غائبه تماما عن المكان الموجود لديه. كليه سياحه؟ اي في كلية الإمام سلطان السياحة أهلية أهلية إن شاء الله عليك متابع لا بس أهلية. كويس أهلية. الفكرة فكرة أن تكون يعني الجامعات منسجمة في مع المنطقة تعليمي بحثي أي. على أي حال الموضوع بس بعد ما يقول أي. محمد أنا بكمل لازم أختتم أنت؟ ما عندنا أبي أشوف محمد عبد اللطيف طبعا باعتبارك يعني تفضل ابن الجامعه كل حياتي راحت في الجامعه أي. شوف الانظمه الاداريه والماليه ممتازه ولكن التطبيق والمتابعه مره ضعيفه يعني انت ما تجي تعدل الجامعه من فوق من مجالس استشاريه هذول اللي جاي من برا ما يعرفون ايش في الجامعه هذه يجب ضبط مجالس الاقسام اولا وضبط مجالس الكليات اولا ثانيا احنا نعاني من غياب من مرحله معينه ما يسمى بالاعراف والاخلاق الاكاديميه الصحيحه يفترض بدكتور جاي معه دكتوراه انه ما يلغمص في موضوع ولا عجبتني ولا, ولا 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 ينزل نفسه الى 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 انه ياخذ شيء مهوب له ولا بحث المفروض ان اليه الانضباط لدى اعضاء هيئه التدريس تكون على اعلى درجه انا هذه ما فهمت هالجزئيه لا صحيح يعني والله. المفروض يعني يكون فيه انضباط ذاتي انت هذه بلدك واللي يتعلمون هذول ابنائك يجب انك تضع كل ما تستطيع وتضحي في سبيل رفع مستوى الجامعه يا اخي احنا كنا نتكلم عن احيانا متجاوزات في مجالس الكليه مجالس الجامعات مجالس الاقسام ولا حد يسمع لنا المشكله هنا فيها اداريه طبعا مدير الجامعة يعين ومدير الجامعة ما لها كالدور الكبير يعني ولكن هو اللي يعين العمدة بطريقة أو بأخرى العميد هو اللي يعين رؤساء الأقسام هذه الآلية هذه تسببت في أن رؤساء الأقسام يحاولون يجاملون العميد ويجاملون الوكيل ولما يروحون لمجلس الجامعة ما تشوف آراء مختلفة ولا يعني وش تقترح إذا للحل؟ أنا أقترح أنه بدون ما تكون فيه آلية انتخاب واضحة وترفع يد العمدة عن رؤساء الأقسام وترفع يد المدير والمدراء عن تعيين عمداء الكليات بحيث أنه يعرف رئيس القسم أن قوته من مجلس القسم ومن أعضاء التدريس زملاء وليس من جهة أعلى منهم ذيك الساعة قد تنضبط الحاجة الثانية فيما يتعلق بالأنظمة الأكاديمية الآن نظم التعليم تغيرت يعني تجاوز مسألة البكالوريوس واحد يمسك بكالوريوس معين ويدرس علم اجتماع وثقافة إسلامية وما أدري وش انتهت هذه الآن صار فيه نوع من تداخل التخصصات
أنت تبي مثل ما تفضلت الدكتورة تبغى مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي، مع أن ما دال في بعض الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي إذا يطلع من مصنع ما يدرون وشه. فأنت تجي تسوي برنامج مشترك بين مثلا علوم الحاسب الآلي، بين الدراسات الإدراكية، عرفت، وبين مثلا بعض الأمور المتعلقة بالسايكولوجي والحاجات هذه، وتضع برنامج مخصص تارجتينج حاجاتك المعينة. آخر شيء ودي أقول، ليش جامعاتنا كلها نسخ من بعض؟ يعني أنا مرة رحت نقيم كلية ثانية في جامعة أخرى مشابهة لكليتنا، أخذنا نفس خططنا، أخذوا نفس خططنا، والخطة هذه حقتنا أخذتها جامعة ثالثة، وصرنا كل حنا يعني أربعة كل حنا معانا نفس الخطط، نفس الخريجين، نفس الأشياء هذه. فعندنا حنا يعني أما بالنسبة بس كلمة واحدة. أنا أختلف مع الأخي الدكتور على سوق العمل. المفروض سوق العمل تكيف نفسها مع مخرجات الجامعة وليس العكس. لأنه بقول لك شيء، بقول لك حاجة، لأنه أنت مهما خرجت أنت يستطيع هذا التاجر اللي يبي واحد أجنبي رخيص ويصير مهندس وقهوجي وسواق ومدري وش، ويبي يطلع لك علة في الشاب السعودي. جميع شوف الحين لما تجي في الطب تجد الأطباء السعوديين هم المتميزين. جامعة الملك سعود لما يخرجون أطباء هذا طبيب كويس، بس التاريخ وما تاريخ وش طبيب التاريخ واسع هذا مو متطلبات سوق العمل. انا اتفق مع يوسف، انت تبي تقول شيء في ربع دقيقه. في ربع دقيقه انه نقطتين مهمتين جدا للتطور الجامعي الاكاديمي الحر في العالم. اول حاجه الفيدباك من الطلبه، الطلبه في داخل الحرم الجامعي لازم يكون لهم تاثير وإبداء رأي، هذا غير موجود عندنا. والشيء الثاني التحكيم الخارجي من خارج الجامعة، ممتاز، من العقلاء والحكماء. ممتاز، أنا خلص الوقت عندي، بقي لي نشكر ضيوف الكرام دكتور جاسر الحربش. ما تجي لمحمد القنيب طول محمد عبد اللطيف ينتقد الجامعة لأنه ولادها اللي طيب خلصنا أتعبت. شكرا للدكتور جاسر الحربش، الأستاذ عبير العالي، الدكتور محمد عبد اللطيف، دكتور يوسف الحزيم. فما الله، نراكم في السبت القادم.